أعتقد الصوت الذي يسمعه الجميع ويحترمه الجميع هو يعني صوت المرجع السيد السيستاني يعني. طيب. وبالتالي احنا بحاجة إلى تدخل سماحته، وأنا واثق أن الكل يحترمون رأيه ويطيعونه إذا ما يعني جمعهم جميعا كما جمع البيت الشيعي في وقتات يعني في أوقات كثيرة جمع البيت الشيعي كله. وبالتالي يعني اعتقد انا بوجوده تنحل. طيب وحل مشاكل كثيره، وانا على ما يبدو انه السيد اياد علاوي ما شاف استجابه من النجف، اتجه الى بايدن قال له تعال انتم ورطتونا في حال. لا، الرسالتين في نفس الوقت متزامنات. الرسالتين كانن في نفس الوقت في نفس اليوم متزامنات. نعم متزامنات. طيب يعني أنا أفتهم أنه السيد إياد علاوي اشترك وبعدين قاطع الانتخابات وبعدين بدأ يرسل رسائل، أكو يعني مواقف غير محسوبة غير يعني، وضح ليها أستاذة بالضبط شنو الخسارة، شنو اللي يبغي الهيئة السياسية للجبهة المدنية، شنو اللي تبغوه؟ للدكتور إياد علاوي من خلال الائتلاف الوطنية كان معاه 4 أحزاب ودخل إلى الانتخابات ب37 مرشح، لكنه إحنا ضمن المنبر العراقي اللي عددنا يتجاوز 6000 شخصية مستقلة، قلنا أنه إحنا هاي الانتخابات ما راح ندخلها لأسباب كثيرة جدا أوضحناها في البيان اللي قرأناه. فهو الرجل أيضا ما دخل الانتخابات كشخصية، ربما بنت سارة دخلت الانتخابات وبعض من الأخوان من ائتلاف الوطنية دخلوا، ولكن وياهم أحزاب أخرى أيضا أجبروا على أن يدخلون وقالوا لا إحنا إن شاء الله نحقق الفوز.